فريندز ويلكم باك تو رودي. اليوم بدنا نعمل لوك امبري كثير دراماتيك وبولد. نقيت استعمل اللون الاحمر والاسود لانه كثير خارج الشتويه. اذا حبيتوا تشوفوا هذا لوك بليز كيب واتشينج. اول شيء بدكم تكونوا حاطين اللون من اختياركم، انا هون نقيت الاحمر، بس المهم انه تكونوا حاطين البيس كولر تبع المانيكير تبعكم. اخذت سفنجه وحطيت عليها احمر وحطيت تحتها اسود لانه قلت لكم انه بدي اعمل لوك يكون دراماتيك كثير قوي للشتويه. بعدين باخذ السفنجه وبطبطبها على ضفيره اول مره، ونفس الشيء على كل ضفيرنا. حسيت انه انا لازم ارجع اعمل مره تانية امبري عشان تعطيني افكت كثير قويه، سو برجع بحط مانيكير على السفنجة وبرجع بطبطب على ضفيرة نفس الشيء وبنظف. بعدين بس خلص بحط ساش فيت. وهذا كان اللوك. عشان طفي اللوك تبعي انا لانه كتير حسيته قوي بالنسبة لإلي لذوقي، قلت انه بحط له مات توب كوت هيك بيطلع اخف. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هيدا اللوك. انا نقيت اعمل له مات عشان يخف قديش هو دراماتيك، فاذا انتم حابينه يكون كتير كتير دراماتيك اتركوه جلوسي. If you like this video please like, subscribe and follow me on Lulia on all social media. Thank you, see you next time.